السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم سنقدم لكم شرح عن مشكل عدم اشتعال مصباح لمبة الزيت في لوحة أو طابلون السيارة. طبعا هناك أربعة احتمالات تقريبا لعدم اشتغال لمبة الزيت، وهي تكون إما الاحتمال الأول وهو حساس الزيت أو ما يطلق عليه بساعة قياس الزيت عند البعض. طبعا هذا هو الحساس عندما يفسد ولا يعمل أو تسده الأوساخ بمدخل هاته الفتحة لن تشتغل لمبة الزيت. وفي معظم الأحيان عندما لا تشتغل لمبة الزيت عند وضع الكونتاك فإن الخلل يكون منه بنسبة 80% تقريبا. أما 20% المتبقية فتكون إما من فيوز أو الريليه الخاص بالكونتاك محترق، وهذا نستبعده إذا وجدنا أن لمبة الشحن تشتغل وتشيك إنجن وكذلك لمبة البريك مشتغلة، فهذا يعني أن الخلل ليس من الفيوز أو الريليه. وهنا يبقى لنا الاحتمال هنا، أما لمبة الزيت أصلا محترقة ويجب استبدالها، إما يوجد قطع في إسلاك الضفيرة الخاصة بلمبة الزيت، وهنا يجب تتبع السلك من الحساس إلى المصباح إذا كان به قطع، وكذلك نتتبع السلك من المصباح إلى الريليه. طبعا إذا أردنا فحص المصباح إذا كان يعمل أم لا فقط نقوم بنزع الفيشة، وهذا هو مدخل خاص بلمبة الزيت المسؤول عن اشتغال لمبة الزيت. نقوم بنزع الفيشة ومن الجهة الأخرى في الفيشة نضع سلك سالب على جسم السيارة وندخل السلك بالفيشة. إذا اشتغلت لمبة الزيت فيعني مباشرة أن هذا الحساس فاسد، أما إذا لم تشتغل فنعرف أن قطع موجود في أحد الأسلاك أو أن اللمبة أصلا محترقة. ستبقى لنا هذا المخرجان، هذا المخرج خاص بمضخة البنزين وهذا المخرج خاص بدخول الكهرباء موجبة مباشرة. لنمر الآن لعملية فحصه ثم نمر إلى السيارة لطريقة فحصه بالكامل وتركيبه بمكانه. طبعا لمعرفة إذا كان هذا الحساس أو ما يطلق عليه بساعة ضغط الزيت يعمل بالشكل المطلوب بالطريقة العادية وبواسطة الكهرباء فقط، نأتي بمروحة أو لمبة فحص، وكذلك نحتاج إلى كهرباء 12 فولت تيار مستمر. طبعا هذا الحساس لديه ثلاث مخارج، المخرج العلوي هو الخاص بتشغيل لمبة الزيت في طابلو السيارة. هنا لو نلاحظ هذه الفتحة قلنا لدخول الزيت بضغط معين والذي يستمده من مضخة الزيت. سنقوم بتركيبه تركيبة عادية لعملية الفحص، نقوم بتركيب موجب بهذه الفيشة هنا ونقوم بتركيب سالب بالمروحة. هنا قلنا في وضع الكونتاك تشتغل لمبة الزيت، يعني إذا وضعته هنا ستشتغل المروحة. ها هي اشتغلت معنا، هذا في وضع الكونتاك. وعندما نقوم بتشغيل السيارة تقوم مضخة الزيت بالضغط هنا، ضغط الزيت، فتنطفئ المروحة. سنقوم بعملية الضغط، ها هي انطفأت معنا، وعندما أقوم بالنزع تشتغل والعكس، ها هي انطفأت عندما أقوم بتوليد الضغط، وعندما أقوم برفع الضغط تشتغل معي. هكذا تعمل لمبة الزيت ويعمل هذا الحساس، لكن هذا لا يعني بأنه جيد. عندما نقوم بفحصه وأن يشتغل لا يعني بأنه جيد، لأن طريقة فحصه الأساسية إخواني وهي يجب قياس ضغط مضخة الزيت بواسطة ساعة الضغط. ومثلا لو أعطينا 3 بار، لو أعطتنا 3 بار هنا نقوم بتسليط كذلك الضغط على هذا الحساس بمقدار 3 بار لكي يعمل، وفرضا اشتغل على 2 بار أو 1 بار، فهذا يعني أن الحساس غير سليم وسيعطيك تنبيه خاطئ. أما بالنسبة لهذان السلكان فهما خاصان بمضخة البنزين، واحد موجب بوزيتيف والآخر يذهب مباشرة إلى مضخة البنزين، مهمته الثانوية في السيارة، يعني في حالة انقطاع سلك المضخة الرئيسي فإن هذه القاطعة ستوصل الكهرباء مباشرة إلى مضخة البنزين عند محاولة تشغيل السيارة. وسنقوم بتجربة عملية على السيارة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل عند نزع الفيشة من مكانها تشتغل السيارة أم لا؟
نعم تشتغل عادي، لأن قلنا هذا مجرد ثانوي واحتياطي. لكن حتى لو قمنا بنزع الفيشة ستشتغل السيارة عادي وتستغل مضخة البنزين بشكل عادي. طريقة فحصه هو الآخر سهلة، نقوم فقط بتوصيل هذا السلك بهذا المكان ونقوم بتركيب السلك الآخر هنا، لن تشتغل معي. هنا عكسية، نظرية عكسية، لن تشتغل معي، لكن عندما أقوم بالضغط هنا ستشتغل. ها هي اشتغلت معنا، وهذا دليل على أن المضخة لن تشتغل إلا إذا المحرك دار وقام بضخ الزيت بالحساس لكي تشتغل مضخة البنزين. ها هو لكن ومع ذلك كما قلنا حتى لو قمنا بنزع الفيشة ستشتغل السيارة بشكل عادي، وسنقوم بتجربة عملية على السيارة. إذن هذا هو مكان تواجد الحساس، يكون مركب بالجزء السفلي من المحرك، يكون مركب عادة أما في مضخة الزيت مثل هذا الحساس، أو يكون مركب في فلتر الزيت في سيارة أخرى. وهناك سيارات تجد حساسين، واحد مركب بمضخة الزيت والآخر في فلتر الزيت. مبدئيا كيف نعرف بين الخلل من الحساس أو من الفيشة؟ أولا نترك الفيشة بالحساس ونقوم بوضع الكونتاك. من المفروض عند وضع الكونتاك تشتغل لمبة الشيك وكذلك لمبة البريك ولمبة الشحن، ونسمع صوت مضخة البنزين تشتغل لمدة 5 ثواني أو 6 ثواني ثم تتوقف. كما شاهدنا إخواني اشتغلت معنا لمبة الشيك وكذلك لمبة البريك ولمبة الشحن، وسمعنا صوت مضخة البنزين اشتغلت ثم توقفت لمدة 5 ثواني أو 6 ثواني تقريبا. إذن كيف نقوم بفحص هذا الحساس إذا كان من الخلل أو من الفيشة؟ كل ما علينا فعله هو نزع الفيشة وترك الكونتاك، نقوم بنزعها بهذا الشكل. ثم هنا نأتي بلمبة فحص، نأتي بلمبة فحص نضع طرفها، قلنا بالحساس هنا العلوي مسؤول عن لمبة الزيت، وهذا من هنا مسؤول عن البنزين، وهذا مسؤول عن الشحنة الموجبة. سنقوم الآن بفحص الفيشة، نضع طرفها من هذا الجانب ثم الطرف الآخر من هذا الجانب، يجب أن تشتغل لمبة الفحص. هنا اشتغلت معنا لمبة الفحص، دلالة على أن الكهرباء موصلة من الموجب إلى مضخة البنزين. يتبقى لنا هذا السلك العلوي، نأتي به سلك بهذا الشكل، نضعه بالفيشة العلوية ثم نلامسه بجسم السيارة سالب. إذا اشتغلت لمبة الزيت في الطابلو معنى ذلك أن الحساس فاسد، وإذا لم تشتغل يعني أن لمبة الزيت محترقة، أو أحد أو السلك المار من هنا إلى اللمبة محترق، أو من اللمبة إلى الريليه. سنقوم بملامسته، نلاحظ هنا اشتغل معنا اللمبة يعني أن الخلل في الحساس. كذلك نحاول تشغيل المضخة بإدخال السلك هنا، ستشتغل معنا. إذا اشتغلت معنى أن الأسلاك جيدة، إذا لم تشتغل معنى ذلك أن يوجد خلل في هذه الأسلاك. نستمع، تشتغل معنا مباشرة. إذن مباشرة الخلل بالحساس ونقوم باستبداله. قمت بنزع الفيشة وسأشغل لكم السيارة بإذن الله. كما شاهدنا إخواني اشتغلت السيارة عادي حتى ولو قمنا بنزع الفيشة، وهذا دلالة على أن للمضخة سلك احتياطي ليقوم بتشغيلها. الآن لنمر لنزع هذا الحساس واستبداله بالحساس الجديد.
ثم نقوم بتوصيل الفيشة، وسنلاحظ اشتغال لمبة الزيت هي الأخرى. ها هي اشتغلت معنا إخواني، والآن سنقوم بتشغيل السيارة وستنطفئ معنا لمبة الزيت، وعند وضع الكونتاكت تشتغل بشكل عادي، وهنا نكون قد حلينا مشكل عدم اشتغال لمبة الزيت. بهذا نكون قد انتهينا من عملية تركيب الحساس. في فيديو آخر إن شاء الله سأشرح لكم عن حل مشكل اشتغال لمبة الزيت بشكل مباشر على طول الطريق، أو الرعشة التي تحدث عند اشتغال لمبة الزيت وأنت تتمشى على الطريق. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، نرجو الاشتراك في القناة ودعمونا بزر لايك. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.